لهذا يتسبب به كمشروع تنموي وكمشروع يخدم باقي المزارع. حينما نزهد حديقه فنحن نريد لها طاقه معينه، نريد لها طاقه الاعتناء بالبيئه وطاقه الاعتناء من هذا المجال. كما قلت اشكر الاعلام بكل مكوناته، وقبل ان اعطي الكلمه طبيب حال السيد الرئيس وانا اقرا الكلمه ديالو الكتيب، وجدتها في قراءه حميده وجدتها انها تضم سته نقط هامه جدا لان علاقه بما وراء البعد من تنظيم هذا المهرجان الكويتي. هذا النقط هي التالي: صراحه في كلمته وهو سيتكلم في المقاطع الاخرى، لكن في كلمه رسميه الكتيب تكلم عن السماح والمسؤوليه الحيوانيه. ابن حمادي ومسؤول حمادي تحت شروطه كبرى، تحت المسؤول حمادي شأن عام وطني من مدخل الفنون. يقول كذلك حمادي عاصمة الفن الجوالي. يقول كذلك حمادي مرتبط بالفنون والثقافات بتاريخه ونوستالجيته وإسهامه التراثي. المجال الفني هو علمات. المجال الفني يعتبر الخيط الرابط لهوية هذا الحي. نأمل في هذا المهرجان أن يلعب الفن في هذا الحي دوره التنموي ودوره التقديري للشباب، كما نود أن يلعب دوره التواصلي والفرزوي مع العموم. إذا هو مختصر بلب البرمجة الفنية، وهنا راه بيننا في منصة معنا مدير مهرجان أستاذ لوشيت إعلامي ومثقف، ومعنا كذلك أستاذ مدير فني أستاذ فريد مقدر، ومعني معنا مستشار السيد الرئيس معنا في المنصة بينهم مبارك قرصبي مفوض لهم المهمة أستاذ كبير وأعطاك فاعلين دائما أعتقد معه في مستقبل غير هذه المنتديات متعددة دائما له حضور فاعل و سيرسلون لكم هذا المهرجان المبدع. نبدأ في البدء نبدأ بالسيد الرئيس ليقول كلمته في هذا الحضور الذي يحتفي بنا قبل الاحتفال بهذا الفن وبهذا الصغير. كم نسمع؟ وبيكونش عندنا واحد في راجل ديالو، إذا كنسلموا على في راجل ديالو في الصورة،
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع